أحبتي المشاهدين، المراهقة هي من أخطر المراحل العمرية التي يمر بها الأبناء خلال حياتهم، فما بالكم بالمراهقة المبكرة لدى الأطفال التي تبتدي بعمر مبكر جداً، اللي يحتم على الأهل أن يضعون أجل اهتمامهم بهذه الفترة العمرية لاجتياز هذه المرحلة الصعبة. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، كان علينا واجب أن نناقش هذا الموضوع ونتعرف على هذه المرحلة ومتى يبدي موضوع المراهقة المبكرة عند الأطفال بأي عمر وكيفية التعامل مع هذه المرحلة الحرجة من قبل الأهل من قبل المدرسة وتفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا بحلقتنا اليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجع. المرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من الطفولة إلى سن البلوغ وتتميز بالنمو المعرفي واكتساب المهارات المختلفة وغيرها من الخصائص تعرف بالمراهقة، وهناك مراهقة مبكرة حيث تتضمن سنوات المراهقة المبكرة تغييرات كبيرة وكثيرة، تغييرات جسمانية وعاطفية وإدراكية واجتماعية، وأيضا تغييرات في مشاعرهم وهواياتهم بطرق وأوقات مختلفة. وطبقا لدراسة حديثة فإن الوقت الذي يقضيه الطفل في مرحلة المراهقة المبكرة على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر عليه بشكل كبير في بقية سنوات المراهقة، وكنتيجة لوجود الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت في أيدي نسبة كبيرة من المراهقين، فإن أغلبهم صاروا يقضون جل وقتهم في التنقل بين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتشكل حياتهم عبر القصص والمنشورات التي يشاركونها على الإنترنت. وبحسب مختصين هناك العديد من الأنشطة والألعاب التي تعمل على تنمية عقل الطفل وشخصيته والتي يجب على الوالدين والمؤسسات التعليمية اللجوء إليها، ولعل من أهم ما يجب العمل عليه تدعيم القدرة الإبداعية والفكر البناء المبدع الذي يؤدي إلى إثراء حياة الطفل. وفي غضون ذلك كله من المهم أن تحافظوا على علاقات قوية وجيدة مع أبنائكم كأساس ضروري لبناء الحصانة النفسية لديهم. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير نتحدث عن فترة المراهقة. فترة المراهقة معروف عنها أنه هي يبتدي السلوك الطفولي الضائل عند الأطفال وتبدي مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ هي انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة، مرحلة بها تغييرات كثيرة وعديدة. والمراهقة العادية في المعتاد المتعارف عليها تبدي التغييرات تظهر على أنه تكون جسدية، يعني عادي متعرفين عليها. لكن موضوعنا يتحدث عن المراهقة المبكرة لدى الأطفال، أريد نعرف بأي عمر تبدي هذه المراهقة. طبعا تبدي بعمر جدا يعني صغير، ممكن راح تتفاجئون هناك دراسات سابقة ذكرت أنه هذه المراهقة تبتدي من عمر 9 سنوات أو 10 سنوات وما فوق، يعني الطفل يكون بمرحلة الابتدائية وتظهر هذه عليه العلامات، علامات كثيرة وعديدة للمراهقة المبكرة. بعض الأهل يعتبرون هذه العلامات هي طبيعية، طفل يمارس حياته بصورة طبيعية، ممكن أنه حارس، ممكن أنه يعني يجاوب الآخرين بصورة يعني تكون نوعا ما جيدة أو سيئة، يعني طفولته يمارسها بصورة طبيعية. لكن هذه الأمور لو تركت على ما هو عليه راح ممكن يسبب مشاكل للطفل، مشاكل للأسرة فيما بعد. لكن لو تم التعرف على هذه العلامات بصورة دقيقة وبصورة صحيحة ممكن نجتاز هذه المرحلة بكل سهولة ويسر، وتكون هذه الفترة اللي هي صعبة جدا راح تكون سهلة جدا بسبب التعامل، لأن هو نوعا ما يعتبر طفل نقدر نسيطر عليه. راح تقولون شنو هذه العلامات اللي نقدر انه احنا نميزها ونتعرف عليها؟ العلامات هي عديدة، لكن هناك دراسات ذكرت كثير من العلامات نوعا ما اتفقوا على بعض العلامات اللي تكون بأغلب الدراسات. أولا التمرد، التمرد احنا نعتبره شيء طبيعي، لكن هذه نقطة جدا مهمة نشوف انه يتمرد على الأهل، على الأم، على الأب، على المعلم، على المدرس، نشوفه شيء طبيعي لكن هو علامة بارزة بهذه المرحلة وبهذه الفترة. من الأمور الأخرى نشاهد انه هذا الطفل يهتم بمظهره بشكل مبالغ، ما يقتنع بأي لبس
ما يقتنع بأي يعني رأي يطلع يعني يطلق الأهل من أجل إنه يقنع بهذا النوع من الملابس، ويقول لك لا أنا روح أختار. وهذه أكيد أغلبكم مر بهذه الفترة، ولكن ما كان بباله إنه هذه هي مراهقة، وهذه فترة إنه لازم ننتبه لها أكثر. نشوف أغلب الفتيات أيضاً يهتمن بمظهرهن بشعرهن، بعض يتساءل لماذا شكلي بهذا الشكل إنه يبدو، ليش أنفي مثلاً كبير، ليش هذه البثور على وجهي، ليش كذا، يعني هذا صديقي بهذه الحالة وأني لا. تبدي المقارنات تظهر هنا، من تبدي المقارنة تظهر بين الطرفين هنا لازم ننتبه بصورة كبيرة على هذه النقطة. هنا أنا علامة جدا بارزة. البعض نشوف الفتيات يهتمن بالفساتين، يعني ارتداء الكعب العالي، الميك اب، يعني هاي التفاصيل اللي دي يتعرفون عليها، وده نشوف صعب ان نسيطر على هذه الفئة العمرية. تحتاج متابعة اكثر، تحتاج رقابة من قبل الاهل اكثر حتى نقدر نسيطر على هذا الوضع، لان الكثير من الامور دي تظهر وده يكون تسبب مشاكل للطفل بصورة كبيرة. لكن احنا نذكر انه هذه المرحلة هي بها فائدة، انه من تظهر المراهقة المبكرة لدى الاطفال بصورة يعني جدا مبكرة، هنا نقول نقدر احنا راح نسيطر على الطفل، نقدر انه احنا نعطيه مساحته، نقدر انه احنا نعطيه ثقته بنفسه. هنا لان الطفل بهذه المرحله يحاول انه يثبت ذاته، يحاول انه يبرز نفسه، ممكن يتدخل بنقاشات عميقه، ممكن يذكر له بعض التفاصيل. نشاهد بعض الاطفال يتحدثون عن الزواج، يتحدثون عن الحب، يتحدثون عن الرومانسيه. هذه الامور اللي تفاجئ بعض الاهل، يعني نشاهد انهم يعني يضحكون انه بعض الطفل شلون حلو يحكي. هذه التفاصيل هي كلها خاطئه، يجب ان ننتبه لها. فالسؤال هنا كيفيه التعامل مع هذه المرحله العمريه وهذه المراهقه المبكره؟ ماذا يحتم على الأهل حتى يقدرون يسيطرون على الوضع؟ شوف الجواب من أصحاب الاختصاص حتى نتعرف على الإجابة بصورة صحيحة ونقدر نستفاد من عدها. شوف الجواب، إحنا لكم راجعين. بالنسبة للتعامل، كيف يتعامل الوالدين مع فترة المراهقة؟ المراهقة هي المبكرة اللي عادة هي طبيعية، تحدث ما بعد 14، ما بعد فترة الحلم. لكن إذا كانت مبكرة، بعض الأطفال الذكور والإناث نلاحظ أنه المراهقة تبدي عندهم من عمر 11 سنة. فنلاحظ هنا تغيرات بيولوجية سريعة بجسمه، يعني هو جسمه بدأ يتغير، يعني عنده في مرحلة بناء تكويني لجسمه. هنا راح يكون حساس، راح يكون منفعل، راح يكون متمرد، راح تكون هذه الفترة هي فترة تغيير كبيرة في حياة المراهق نفسه. هاي التغيرات تحول مزاجه وتحول طباعه وتحسسه انه هو انسان يعني محتاج اهتمام، محتاج يعني شوفي فترة المراهقة اكثر فترة يحتاج بها المراهق الى الاهتمام. احنا ما نقدر نقول عليها حالة مرضية، وانما هي حالة بنائية، لان المراهقة هي حالة صحية يمر بها الانسان، لكن هي من مراحل البناء. هنا راح يبني جسمه وراح يبني عقله وراح يبني تفكيره. فشوف هنا الوالدين الطريقة الصحيحة حتى يتعاملون مع هذه الفترة من المراهقة هي مربي فاضل، أن يكون مربي صحيح. يعني مثل من يريد يعاقبه ما يعاقبه لأنه عصبي، من يريد يحسسه بالمسؤولية المفروض أنه يعني تكون العلاقة بينه وبين المراهق ابنه أو بنته تكون علاقة واضحة. يعني كيف يتعامل وياه؟ يحسسه بالمسؤولية، يعني ماكو داعي أنه أني أكذب على ابني، وأنه أني أغش ابني، وأنه أبرر لابني كل أخطائه في سبيل أنه مرحلة من المراحل اللي يمر بها أنه خلاص، أنه يعني أنه أنت ما عندك أخطاء، وأنه إحنا دائما نبرر المراهقين وهو هذا السبب. يعني فلازم نخلي المراهق يتحمل مسؤولية، لأنه شخصية الأب والأم هي شخصية اللي تنعكس على حياة المراهق. فشوف دائما بعض الآباء والأمهات يقررون بالنيابة عنهم وما يثقون بهم ويحاولون أن يدفعون ثمن أخطائهم، وهذا الشيء طبعا يبررون لهم الأخطاء ويدفعون ثمن أخطائهم. هاي كل الأساس، المسؤولية والتربية هي أساسها الأب والأم. فإذا كان الأب والأم تربيتهم تربية صحيحة،
راح يعبر المراهق هذه المرحلة الحساسة من عمره، وراح نشوف إنه إحنا ما نقدر بهذه الفترة إنه نقدر إنه نعاقبهم عقوبة صارمة، لا نخليهم يحسون بأخطائهم، يتحملون مسؤولية نفسهم حتى يولدون أشخاص يعني أقوياء يقدرون يواجهون الحياة، لأن المراهقة هي مرحلة فاصلة بعمر الإنسان، أما يكون مرحلة يعني بناء وتكوين صحيح أو تكون بناء وتكوين خطأ وتستمر، لأن هي مستقبل الإنسان مرهونة في هذه الفترة. فأما يتعلم العادات السيئة ويحتاج إلى أوقات كثيرة، إلى أوقات كثيرة يعني من المجتمع والمرافق إليه ومن أصدقاء اللي وياه حتى يقدر يبني شخصيته الجديدة، لكن الأساس الأول هي أساس الوالدين وتربيتهم الصحيحة بالنسبة للمراهق. أشوف إنه التغيرات البيولوجية اللي تحدث عند الطفل أو عند المراهق اللي يكون من عمر 11 إلى عمر 14 يكون إنه مزاجه ويكون متوتر ويكون عنده محاولات التقليد، يعني يحاول أن يقلد شخصية معينة. فأني شلون أسيطر على المراهق بهاي المرحلة؟ أوجه التوجيه الصحيح للشخصيات اللي يقابلها، للبرامج اللي يشاهدها، أسوي له متابعة غير مباشرة وتوجيه مباشر. هذه المرحلة اللي يمر بها الطفل ما أعتقد أنه راح يكون عنده يعني بالمستقبل سلبيات، لأن السلبيات منين تجي؟ تجي السلبيات أساساً من طريقة التعامل مع هذا المراهق. لاحظ أن بعض الآباء والأمهات يأتون إلى العقاب، وهنا طبعا العقاب اللي احنا ممكن نستخدمه هي تولي طاقة سلبية عند المراهق، فيحس أنه هذا أنه الأب والأم ما يحبوه، وأنه أصلا في مجتمع ما حد يحبه، وأنه شخصية منبوذة، وراح يبني من شخصيته اللي ممكن أني أنجح أني أكونها شخصية قوية راح أبني شخصية ضعيفة جدا. ليش؟ لأنه أني أساسا بنيتها على تربية خطأ. فالتربية هي أساس عبور مرحلة المراهق لمرحلة حساسة بحياته. نلاحظ أنه المراهق في فترة المراهقة يكون هجومي، يحاول أنه يثبت رأيه للمقابل. ليش؟ لأنه أساساً عنده فقر لغوي، يعني مو كل المعلومات موجودة براسه، مو كل المعلومات موجودة بالكمبيوتر حتى يقدر يواجه ردات الفعل اللي موجودة. فدائماً تكون ما عنده حجية بالكلام، ما عنده حجية بالمعلومات، فيكون رد فعله هجومي، أو يعني يميل إنه تكون المراهقة يعني مثلا تتكلم بصوت عالي أو تتهجم، أو إنه هي تكون انفعالية لأنها قليلة المخزون اللغوي، يعني ما تعرف كيف تواجه ردة أفعاله، أو ما يعرف كيف يواجه ردة الأفعال الآخرين، يعني من يواجه أي مشكلة فما عنده غير إنه أولا طريقتين، أما يتهجم أو يبكي أو يهرب. فهذه هي أساسا العلاقة اللي بنتها التربية الغير صحيحة للمراهق، ما حسسته، ما خلته يستفاد من مخزون اللغوي انه كيف اني اطور من شخصيته، كيف انه اخلق من هذا الشخص اللي دا يبني، يعني هو اصلا عنده فترة بناء جسمه. زين، هل ممكن انه اني يعني اكون ضده لانه مراهق ولازم ينضرب ولازم يتأذى، ولازم احنا فترة مراهقة نعامله انه هي فترة ما يعني صعبة وانه هي مرض وما اعرف شو؟ لا، بالعكس، فترة مراهقة يمر بها أي إنسان، واللي يساعدوه اللي هي المساعدة الحقيقية الأب والأم بالتوجيه الصحيح له. فشوفين إنه حتى لازم تكون العوائل مرنة فترة المراهقة مع الطفل، لازم تحسسه بالمسؤولية، لازم تحسسه بافتخاره بنفسه، كيف يبني نفسه، تحاسبه على أشياء هو يسواها، وبنفس الوقت تعلم على الثناء والشكر، تقول له انه خلاص هذا الشيء سويته تزيد من الفخر اللي عنده. لازم المراهق يشعر بالاستقلال، شخصيته لازم يكون شخصيته متزنة حتى لا يشعر بالملل ويحس نفسه انه العالم كله ضده. فشوف انه المراهق يكون حساس ومنفعل جدا حقيقة، لكن هذه الفترة مثل ما احنا وضحنا هي فترة انتقالية تحتاج إلى مربي بناء، يربي مع البناء الكيميائي مع البناء البيولوجي للمراهقة، يبني عقل الإنسان ويبني عقل المراهق بالطريق الصحيح
فينشأ من عنده إنسان جيد بالمستقبل. ما ممكن إن يعني تخافين عليه أو يخاف عليه، ليش؟ إنه أي موضوع راح يواجهه بالحياة راح يكون مخزونه اللغوي استمد من قوة والدته ومن استمد من قوة والده. بعض المراهقين يتخذون من الأب والأم قدوة لهم، فإذا كان الأب قدوة حسنة فالمراهق يعبر المراهقة بطريقة جدا عادية، وإذا كان الأب يعني غير قدوة نلاحظ كثرة المشاكل والمقارنات مع المجتمع. راح يقارن ما بين أبوه وما بين المجتمع، فيعيش من حالة الازدواجية إنه يريد يقلد والده أو تريد تقلد أمها، لكن لاحظ إنه هاي شخصية أمها وأبوها هي من الشخصيات السلبية بالمجتمع. فالمراهقة هي بناء حقيقي لإنسان على مدى السنوات القادمة، فلا بد أن نفكر إنه نكون مع هذا الشخص من أول لحظات دخول المراهقة. كيف راح نعرف إنه عنده مراهقة مبكرة؟ هو تغير أعضاء الجنسية، تغير جسمه، تغير صوته، نظرات عينه، تلفظ. أحيانا بعض المراهقين يطول بالحالات يعني حقيقة حالة البناء، فشوف بعد فترة طويلة يلا يبدي يشعر بالمراهقة. لكن احنا اليوم نتحدث عن المراهقة المبكرة اللي تحدث ما بعد العشر سنوات إلى عمر 14 سنة، ونتمنى الصحة والعافية لكل أولادنا. وهذه المرحلة هي مرحلة جدا صعبة، ولابد أن نصقل هذا الشخص ونعطيه معلومات اللي تفيده اللي تواكب وتتناسب مع عمره. يعني أنا مو أريد من عنده أنه يتعلم الفلسفة لو يتعلم العلم الذرة، لا، أنا أريد يتعلم السلوكيات الصحيحة. إذا أنا اليوم عندي مرحلة مهمة كلش، أنا هاي المرحلة هي مرحلة بناء فرد من أفراد مجتمع. المسؤولية تقع على عاتق الأم والأب. أغلب الأمهات بدأوا يتعاملون مع هذه الفترة العمرية بصورة سهلة، بصورة طبيعية، قدروا يجتازون هذه المرحلة الصعبة ببعض الأمور وببعض المفاهيم اللي كانت تطلق من قبل جهات معنية ومن قبل وسائل التوعية والإيضاح إنه هذه مرحلة صعبة بفترة إنه الظرف اللي نمر به الصعب، التغيرات، إنه زمن الآن يختلف عن الزمن السابق، يحتاج متابعة أكثر ومراقبة. لكن أكو نقطة جدا مهمة، التطور التكنولوجي اللي إحنا الآن نمر به واللي مرينا به بصورة طبيعية لتأثيرات الخارجية والتأثيرات المختلفة اللي بدأت تظهر على مو فقط الصغار، حتى الكبار بدأت تظهر عليهم تغيرات كثيرة وعديدة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنه هذه التأثيرات كانت يعني لها تأثير كبير وبصورة يعني كبيرة، ساعدت على إنه تبتدي هذه المرحلة تظهر بوقت مبكر. وحسب الأبحاث النفسية أثبتت إنه هذا التطور التكنولوجي وهذه وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأمور وهذا العالم بأكمله جعل من إن المراهقة المبكرة تبتدي بعد يعني عمر أقل بكثير. الصدمة وين؟ الصدمة إنه هي تبتدي بالفترة الحالية وبحسب هذه التغيرات إنه من عمر 6 سنوات. راح تقولون شلون 6 سنوات انه الطفل هنا يبتدي مرحله جديده، مرحله بانه هنا اصبحت عنده تغيرات وعنده صفات وعلامات مراهقه. المرحله الثانيه انه هو يدخل الى عالم جديد وعالم المدرسه وعالم الدراسه وغيرها من الامور. هنا اصبح الطفل مشتت بين طرق مختلفه وتغيرات مختلفه. التطور التكنولوجي هو عامل اساسي جعل من انه تكون تطورات وسريعه وعديده في نمو العقل ونمو النفسيه، نمو عقلي ونفسي. ما نتحدث عن النمو الجسدي وغيرها التغيرات، لا، ده نتحدث بفتره المراهقه المبكره والاطفال تحديدا. هنا نشوف الطالب عندما يذهب المدرسه بعض الصفات، هنا راح يختلط باطفال اخر، كل طفل من عالم اخر. وهذا الطفل يتحدث مع طفل آخر بأمور خارجة عن الطفولة وأمور هي أكبر من عمرهم بكثير. يعني أن أنت من تتحدث مع طفل تجد أنه هو أكبر من عمره، وإحنا
يعني بهذه الفترة وأغلب الأهل يعتبرون الطفل من يتحدث بأمور أكبر من عمره يقول لك ما شاء الله إنه هذا سابق عمره، أو هذا يتحدث عن أشياء هي أكبر من عمره، هذا راح يكون شخصية. هذه أمور هي كلها خاطئة. بالعكس هنا علينا ننتبه إنه ليش يتحدث بأمور أكبر من عمره. بعض السلوكيات تتغير لدى الأطفال عندما يرجعوا من المدرسة، يشوف إنه هم مكتسبين بعض العادات وبعض التفاصيل. بسبب شنو؟ بسبب انه هذه الفتره الحرجه اللي يمر بها الطفل، بالاضافه الى التطور التكنولوجي، بسبب انه تعرف على ثقافات الدول الاخرى، بسبب مشاهده المسلسلات والافلام دون رقابه حقيقيه من قبل الاهل. راح تقولون شلون؟ اغلب الاهل يعني يمرون من مشكله البكاء للاطفال والعصبيه والتمرد، وبعض الأطفال يستخدمون أسلوب الضرب مع الأهل، ما يبالون بأنه هو المكان هو عام أو مكان خاص أو هم بالبيت أو هم خارج البيت. فالأهل هنا شي يسوون للأسف الشديد يستسلمون للطفل بإعطائهم الهواتف الذكية، وهنا الطفل يبحث بما يشاء واللي يريده ويتعرف على التفاصيل كثيرة وعديدة، لأن إحنا نعرف بضغطة زر إحنا نوصل إلى اللي نريده بصورة سهلة وسريعة بوجود الانترنت، وجود هذه التفاصيل العديدة والكثيرة. للأسف وضع الهواتف الذكية بهذا العمر تحديدا مشكلة كبيرة، أولا على الطفل، لأن هنا تغييرات وتأثيرات راح تطرأ على الطفل بصورة لا توصف، تحديدا نفسية. فعلى الأهل أن ينتبهون لهذه الفترة وهذه المرحلة العمرية، ننتبه أنه ليش الطفل به هذه التغييرات، ليش أصبح انطوائي، ليش أصبح إنه هو يعاني من الاكتئاب، ليش أصبح إنه هو مسرور، ليش إنه يريد يذهب لفلان مكان أو لهذه الشخصية، أو يتحدث عن الأكبر من عمره مثلاً اللي يشاهدهم على القصص والمنشورات والسوشيال ميديا، يتحدث عن ملابسهم، عن قصة الشعر. يعني طفل عمره 7 سنوات يقول لك والله أنا أريد قصة الشعر مثل كذا فنان، أو فتاة تقول لك والله أنا أريد الملابس مثل كذا فنانة، أشياء هي خارجة عن الطفولة. فهنا السؤال يطرح، كيفية التعامل مع هذه المرحلة العمرية بفترة التطور التكنولوجي، وهل فعلا وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير، وكيفية المعالجة؟ شوف الجواب احنا لكم راجعين. طبعا يمر الفرد بعدة مراحل، اللي هي مرحلة الطفولة ثم المراهقة والشباب والبلوغ والكهولة وما إلى ذلك. هذه التقسيمة طبعا تختلف من عالم إلى آخر والمنطقة إلى منطقة، ولكن عموما هي مرحلة المراهقة هي بعد مرحلة الطفولة اللي يمر بها الإنسان، وأيضا هناك بداية المراهقة يسمونها المراهقة المبكرة ثم المراهقة المتأخرة وهكذا. إن أنا العائلة يجب أن تدرك بأن طفلها أو ابنها أصبح مراهق، وهذه المرحلة تختلف عن كل المراحل، لأن بداية انتقال من كان هو طفل لا يدرك شيء من الحياة بصورة كلية يعتمد على العائلة بكل متطلباته، ولكن أصبح الآن هو يدرك بأنه أصبح رجل، أنه أصبح يعني أكثر انفعالا، أكثر نضجا، فراح يفكر تفكيرات تختلف عن التفكيرات الأخرى. من هذه التفكيرات مثلا أن يكون لنفسه شخصية، يريد يستقل بذاته، فتشوف يكون مثلا يشاهد الأفلام، يتخذ قرارات، يكون متمرد، منعزل، يكون أصدقاء، يكون حساس، حذر. كل هذه الانفعالات يجب أن تدركها الأم والأب في نفس الوقت. قبل كانت التربية ما أريد نقول سهلة، ولكن تختلف عن تربية الآن. يعني الطفل والمراهق أول ما يتأثر بوالديه وبالبيئة اللي محيطة به، تأثر بعمه بخاله بجيرانه بشخصيات معينة، وحتى الإعلام كان إعلام محدود اللي هي التلفاز المذياع المجلات وغيرها. الآن هذه الوسائل تقريبا لا يصل إليها الطفل إلا نادرا، ولكن أصبح يستخدم الوسائل الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب وكلها. فهذا هنا هي الخطورة بهذا الشيء. قبل خلنا نسميه كان هناك ما يسمى بالعلاج الجماعي، يعني تلفزيون واحد على سبيل المثال موجود، العائلة كلها تنشئ من خلال هذا التلفزيون، المسلسل، الكارتون وغيرها. ولكن لا،
الآن عائلة ذا بها 3 مراهقين، كل واحد قاعد في جهة، وكل واحد في عالم، كل واحد في ذوق معين، وهذا طبعا من أشد الصراعات اللي تمر بها العائلة بهذه الفترة. فلذلك قضية تأثير وخطورة وسائل التواصل الاجتماعي خطرة جدا. ليش؟ لأن ما يشترك أو ما تشترك العائلة مع الطفل بالاختيار، يعني قليل جدا، ويجوز يعني ماكو هذا الشيء بأن العائلة تتدخل في محتويات الطفل إلا نادرا، ولكن الغالبية هو الطفل أن يختار الألعاب، يختار المحتويات، وقد تكون هناك محتويات جبرية، يعني هي تطلع له أثناء مشاهدته أو غيره. لذلك هذه المرحلة ليش نقول خطرة؟ لأن هو بداية إدراك، هو بداية انفعال، هو بداية أن يتعرف على هذه الأشياء، ولكن هذا الغزو الثقافي وهذه يعني المحتويات اللي هي من غير اختيار أهله ومن غير اختيار حتى بلده في بعض الأحيان، يعني ما تتلائم ويا العادات والتقاليد والقيم والأعراف، فراح تكون هي كفيلة بتحديد سلوكه. لذلك هنا تكمن قضية الخطورة. هنا شلون نقدر نتعامل معه؟ طبعا التعامل معه هو بأولا خلق القدوة داخل البيت. الطفل في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، يبحث عن قدوة. إذا ما وجد قدوة داخل البيت راح يبعثها خارج، أو يبحث عنها خارج البيت، يبحث عنها من الأصدقاء، من مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك. خلي الأب يكون قريب على ابنه، هو يخلق قدوة لابنه، يشوف دائما محتويات أبوه، راح يكون المراهق أكثر تقليد من الآخرين، يقلد أبوه، يقلد أمه، يقلد أخوه. فخلي يشتركون بهذه الاختيارات حتى الطفل يكون يعني مو الأب في صفحة والأم في صفحة. أكيد الطفل هم راح ياخذ له فجهة معينة من باب الاستقلالية، وراح تكون هنا قضية الخطورة. التوصية الأخرى أيضا لا يزجرون الطفل، يعني مثلا لنفترض شافت العائلة فت قضية مو زينة عند الطفل، لا رأسا توبخه أو تأخذ من عند الجهاز وتعاقبه وغيرها، لا، أقول له بابا هذا مثلا المحتوى اللي شفته تعال أعطيك أكثر، يعني أخلق له دائما البديل حتى هو يقارن بين الصحيح وبين الخطأ، وبالتالي راح تكون عملية اختيار صحيحة. إذا قضية خطورة وسائل التواصل، قد يكون هناك تكوين شخصية عنيفة إذا كانت محتويات عنيفة، تكوين شخصية منحرفة إذا كانت محتوياتها منحرفة، وقد تكون أيضا قضية لا سامح الله إلحادية أو مخالفة للقيم والأعراف الدينية والإسلامية. فإذا اختيار المواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال هي مهمة جدا، لأن هي شريكة إن صح التعبير بتكوين شخصية الطفل. ذكرنا قبل قليل انه الطفل هنا راح يمر بمرحلتين حسب دراسه حديثه، انه المراهقه المبكره تبدا عند الاطفال من عمر 6 سنوات. ذكرنا انه عمر 6 سنوات هنا راح يمر بمرحلتين، مرحله المراهقه ومرحله الدراسه. هنا بهذه الفتره انه تبتدي مرحله الدراسه، ويبتدي موضوع انه اهمال كبير من قبل الاطفال لهذا الموضوع. نشاهد انه هم يتذمرون من موضوع المدرسة وعدم الذهاب إلى المدرسة، التكاسل، عدم إنه متابعة دروسهم بسبب بعض النقاط المهمة. إنه يعتبرون الأطفال بهذه الفترة العمرية إنه الدراسة هي خارجة عن التفكير اللي هم دا يفكرون به، خارجة عن المخيلة اللي هم واضعيها في بالهم وعقلهم، إنه راح يعتبرون المدرسة تبعدهم عن رغباتهم، عن مواهبهم، عن هواياتهم، عن أمنياتهم، عن أحلامهم. يعتبرون أن الدراسة هي عائق تقف بوجه هذه النقاط. يعتبرون أن المناهج الدراسية ويعتبرون الدراسة أنه هي يعني ركيكة، كئيبة، ما لها أي معنى، شنو اللي راح تفيدني بي؟ عنده أحلام أكبر من عمره بكثير. بعض الأهل هنا يشددون الرقابة على الأطفال بصورة كبيرة، ويقولون بموضوع العصبية وهذه الأمور اللي تتبع من قبل الأهل لدى الأطفال لا توصف. بعض يستخدم من الأهل القسوة، هنا
جدا خاطئ هذا الموضوع أن نستخدم القسوة مع الأطفال بهذه الفترة العمرية. بعض الأهل يبتدون بمراقبة وملاحقة الطفل. هنا الطفل من يشوف الملاحقة والمراقبة بصورة مبالغ بها، هنا راح يتدمر أكثر وأكثر، راح نسبب له عدم الثقة بنفسه بصورة كبيرة، وإحنا علينا وواجب علينا إنه إحنا نعطي الثقة بنفسه بصورة كبيرة حتى نقدر نكتسبه ونقدر إنه نستحمل مساحتنا ونقدر نسيطر عليه. هنا بهذه الفترة العمرية يبتدي إنه الطفل يتميز بعدم الثبات السلوكي، عدم الثبات الانفعالي. نشاهد إنه يمر بمشاكل عديدة وما يرغب بالمدرسة، ممكن إنه هو يتمرد على المدرس أو المعلم. نشاهد طرق التعامل بين المدرسة والأهل والطالب ما متوافقة، ما عندنا إنه هناك أساليب جديدة تتبع من قبل المدرسة، من قبل الأهل، من قبل الطفل حتى نقدر نحتوي هذه المشكلة ونقدر نحلها للأسف الشديد. هنا الطفل يحاول يتمرد على المعلم، يجاوبه بجوابات غير مقنعة بأساليب غير محببة. هنا المعلم يقول لك لا، أنا معلم علي أنه أربي هذا الطفل باعتبار أنه هي وزارة التربية، لكن التربية ليس بالتوبيخ وليس بالضرب وليس بأنه أنا أقلل من شأن هذا الطفل. ممكن أنه أنا أتخذه لمساحة معينة وأناقشه ببعض الأمور. الطفل بهذه المرحلة مهم جداً أنه إحنا نناقشه، لأن يحب أنه أنت إن هو يطرح أفكاره، يحب يناقش، يحب يقول لك شنو أسباب اللي هو دي يمر بها، يحب تعطيه مساحته أكثر من اللازم. فهنا بعض المدرسين للأسف يستخدمون أسلوب العنف مع الطلاب في هذه الفترة العمرية والابتدائية، يقول لك والله خلينا نسيطر عليهم. فإحنا محتاجين متابعة، محتاجين رقابة جدا كبيرة، محتاجين احتواء هذه الفترة العمرية، لأن الكثير والكثير من الأطفال نجدهم مشردين بالشوارع، نجدهم أنهم غير قادرين على قيادة نفسهم. بعض الأهل لا، يعني كان لهم دور كبير في اجتياز هذه المرحلة برفع الرقابة ورفع الملاحقة وبعدم اتباع أسلوب الضرب وعدم اتباع أنه أسلوب العنف، لأن الأهل يقول لك لا والله التعنيف هو اللي خلي الطفل لا يتراجع عن هذه الأفكار السلبية اللي يمر بها. لكن دراسات أثبتت أنه لا، الأسلوب السهل أن نستخدم اللين والشدة، نستخدم التراخي والقسوة، نستخدم هذه الأساليب هي جدا فعالة في اجتياز هذه المرحلة. إذا أجينا وقارنا هذا الموضوع مع باقي الدول، طبعا كل دول العالم عندهم هذه المراهقة المبكرة، مو بس في العراق، كل دول العالم وأطفال دول العالم يمرون بهذه المرحلة الحرجة في هذه الفترة العمرية اللي هي تعتبر خطرة جدا. لكن الفرق وين؟ الفرق انه اغلب دول العالم يعتبرون انه هذه المرحلة فعلا خطرة، واكو طرق تعامل جديدة من اجل النهوض بالطفولة وحماية الطفولة وحماية هذا الطفل. موجود تعاون كبير من قبل الاهل والطفل، مثل ما ذكرنا قبل قليل اكو تعاون، بعض الاهل يتعاونون مع الطفل ويحسسوا بثقته بنفسه وتفاصيل كثيرة وعديدة. النقطة الأهم أنه هي المدرسة تلعب دور أساسي في اجتياز الطفل هذه المرحلة الصعبة. في أغلب دول العالم يتبعون أسلوب خلق أجواء المنافسة، خلق أجواء حيث المسابقات وحيث المنافسات والمباريات اللي هي تعتبر عامل أساسي في جذب الطفل إلى المدرسة. مثل ما ذكرنا قبل قليل بعض الأطفال يتهربون من المدرسة ويعتبروها أنه هي عائق أمام أحلامهم وهواياتهم وطموحاتهم. لكن دول العالم أغلبها أنه هي تحديداً الغير عربية تلتفت إلى موضوع أنه يجب أنه أنا أجذب هذا الطفل لهذه المساحة ولهذه الساحة التربوية، يجب أنه أنا أخلق لأجواء تساعده أنه يجتاز هذه المرحلة بسهولة، خلق منافسة أو تكون هي نوعا ما سوية من أجل أنه يكون هناك احترام. أكو نقطة الأهم هي التعاون بين المدرسة والأهل. شلون؟ أنه بعض الأهل أنه مثلا عندهم مشاكل يقدرون يتصلون مع المدرسة يقولون يا ابني كذا مشاكل يعاني، ممكن تنتبهوله، عنده بعض التصرفات، شلون نتعامل وياه. والعكس صحيح، المدرسة ممكن تتصل على الأهل ويتابعون انه هناك بعض التغيرات تطرا على الطفل، شنو الاسباب، شنو المشاكل اللي يمر بيها، نقدر نساعده او لا.
أغلب المدارس متوفر بيها مرشد مدرسي، وهاي نقطة جدا مهمة. المرشد المدرسي هو يساعد بصورة كبيرة على التخلص من هذه المرحلة الخطرة. المرشد المدرسي هو كأنما يعني صديق يعتبر للطالب، بعيد عن المناهج الدراسية وغيرها، يبتدي إنه هو يجلس مع الطفل يناقشه ببعض الأمور، سواء كانت هي أمور في البيت موجودة مع محيط الأسرة أو هي خارج البيت. ممكن إنه يتحدثون عن مشاكل الدراسة ومشاكل الأمور العاطفية النفسية، تفاصيل كثيرة. هنا الطفل راح يقدر يأمن بهذا المرشد إنه ما راح يقدر يتحدث مع الأهل بطريقة أو أخرى ويوصل المعلومات، لكن هو هناك تعاون أكيد، لكن يحسس أنه هذه مساحته، يقدر أنه هو يتحدث بما يشاء ويقدر أنه هو يسيطر ببعض الأمور. النقطة الأهم أنه هناك تعاون وهناك احترام شديد من قبل المرشد ومن قبل الكادر التدريسي مع الطفل. يعني النقطة هاي مهمة، أنه أنا أحترمه راح يحترمني، أحسسه بثقته بنفسه وبذاته وساعده على إثبات ذاته بصورة كبيرة. هاي جداً مهمة بهذه الفترة. للأسف في العراق ما متوفرة هذه الإمكانيات، ما متوفر عندنا مرشد مدرسي، ما متوفرة بعض النشاطات اللي هي تجذب الطالب إلى المدرسة للأسف الشديد. مقيدين بالأمور الدراسية، هي كانت موجودة أمور مثلا الفنية الأسرية الأخلاقية، بعض التفاصيل هذه أزيلت من المنهج الدراسي بسبب أنه حتى يعني المادة تمشي بصورة أسرع، بسبب صعوبة المناهج. هذه تفاصيل كثيرة وعديدة، لكن للأسف هي وزارة التربية يكون مسؤولية عليها تقع أنه هي كغرز المفاهيم والقيم التربوية لدى الطفل. بعض المدارس في أغلب الدول أنه تكون هناك مراقبة ومتابعة شديدة للطفل ولسلوكياته. يعني إحنا هنا في العراق مدارس موجودة، لا خلاص صارت الفرصة اللي هي فترة الاستراحة، هنا تبتدي الأطفال يعني سواء بمصطلحات تطلقها على بعض أو بطريقة تكون هناك هجمة من قبل الطفل على طفل آخر، تحديدا في المدارس المختلطة. ونقول إحنا ابتدائية ومدرسة مختلطة عادي، يعني ممكن تتعدى المرحلة، لكن هذه أخطر مرحلة وإحنا ما نمنع أن تكون موجودة، لا، لكن تحتاج مراقبة ومتابعة من قبل الكادر التدريسي، لأن هذه فترة جدا صعبة. بعض الأشياء التي تحدث بين المدارس هي ما نحاول نذكرها بالحلقة، تحتاج لها حلقة خاصة، لأن هي بها أسلوب جديد وأمور جديدة موجودة في عالمنا الحالي، وهذه للأسف تحتاج متابعة من قبل الكادر التدريسي. هاي أهم نقطة، لأن هم المسؤولين عن هذه الفترة وهذا الوقت اللي يقضيه الطالب بالمدرسة. للعلم أنه الطالب يقضي وقته بالمدرسة أكثر من موجوده بالمنزل، فيكون اتصاله مع المدرس هو بصورة مباشرة أكثر من الأهل. فمحتاجين فعلاً نوفر مرشد مدرسي، محتاجين فعلاً أنه نزرع بعض القيم للطفل حتى نقدر نخلص من هذه المرحلة، ويكون هناك تعاون مع الأهل والمدرسة حتى تكون الأمور سهلة. السؤال هنا، كيفية إسهام المدرسة بزرع القيم التربوية واجتياز مرحلة المراهقة المبكرة بصورة سهلة؟ شلون إحنا نقدر نطور هذا الموضوع ونقدر إنه نساعد هذه الأطفال؟ نشوف الجواب إحنا وياكم راجعين. طبعا جميع التربويين والمختصين بالشأن التربوي وعلم نفس الطفل يعرفون ويعلمون أن التلاميذ في مرحلة الابتدائية بعدما يتجاوز مرحلة الطفولة ويدخل في مرحلة الصبا، في تلك المرحلة تحصل لدى التلميذ مرحلة المراهقة المبكرة، فنلاحظ عليه تصرفات وميول تختلف عن باقي التلاميذ، يعني خصوصا عند التلاميذ الذين يرسبون سنة أو سنتين في مرحلة واحدة أو عدة مراحل، فتشوف عمره متقدم فيمر بهذه المرحلة له وهي مرحلة المراهقة، فيحصل منه تصرفات غريبة عن باقي التلاميذ، مثل التحرش الجنسي وغيره، أو الكلمات والألفاظ النابية التي تبرهن على أنه في مرحلة المراهقة. فهنا يكمن دور المدرسة،
ودور المرشد ودور كل من هو مسؤول في المدرسة. فعليه أولا أن يجذر القيم الإسلامية والقيم الأخلاقية في نفس التلميذ منذ صغر سنه، منذ دخوله إلى المدرسة في أول سنة. عليه أن يربي التلاميذ على الأخلاق الإسلامية والمنهاج التربوي الذي يحصن التلميذ ويمنع التلميذ من الوقوع والانجرار بهذه المرحلة الخطرة من حياة التلاميذ، ألا هو مرحلة المراهقة المتقدمة أو المراهقة المبكرة. فعلى مدير مدرسة أولا وثانيا والأقرب للتلميذ هو المرشد، وكل معلم أو مدرس يدخل على التلميذ ويدرس التلميذ أن يلاحظ هكذا سلوكيات وهكذا ألفاظ التي نستشف من خلالها أن التلميذ يمر في هذه المرحلة الخطرة من حياته. وحتى في الفرص في الاستراحة الفرصة أيضا هنالك واجب على التربوي أن يراقب تصرفات التلاميذ في الأماكن المعزولة في دورات المياه، أن يلاحظ هذا التلميذ بعد ما لاحظ عليه بعض الملاحظات السلبية في الصف أو في علاقته مع أقرانه مع التلاميذ. وهكذا سلوكيات يجب على كل من هو مسؤول في المدرسة، ولا تتوقف مسؤولية على شخص واحد، يعني ليس فقط المرشد هو المسؤول، وإنما كل شخص عمله في المدرسة، يعني المرشد، باقي المعلمين، باقي المدرسين الذين يدخلون يدرسون أموال مواد أخرى، والمدير، المعاونين، الموظفين، الحراس، الكل عليه أن يتعاون من أجل إنجاح المدرسة وإنجاح العملية التربوية، ومن أجل تهذيب هذه السلوكيات الغير مرغوبة حقيقة، والتي إذا ما بقيت ولم تعالج سوف تؤثر تأثيرا سلبيا في سلوك التلاميذ وينعكس انعكاسا سلبيا في المجتمع. وهذا دور عظيم أيها الأخوة على جميع التربويين والأساتذة، أنه حفظ تربية التلميذ وصقل تربية التلميذ وحفر ونقش مبادئ التربية الصحيحة منذ الأيام الأولى من دخول التلميذ إلى المدرسة. إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز ببعض النقاط اللي استنتجناها من الحلقة بأكملها ومن ضيوفنا الكرام، أنه يجب الابتعاد عن الصرامة في الأوامر والقسوة في التعامل من قبل ذوي المراهق، هاي جدا مهمة. ثانيا تعزيز الثقة بالنفس للمراهقين، وأيضا هذه أهم نقطة حتى نقدر نجتاز هذه المرحلة بسهولة. والنقطة الأخيرة هو تحقيق التوازن بين رغبات المراهق واهتمامه، حتى نقدر نحصل على طفل سليم نفسيا وعقليا وجسديا. أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.